خلونا دلوقتي نصبح على زميلتنا دينا شرف ونتعرف منها على أخبار الطقس والمرور في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا منى، صباح السعادة والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. صباح الخير. احنا فعلا النهارده بنشهد يمكن عدم استقرار في الأحوال الجوية وفي تعطيل الدراسة في محافظة الإسكندرية. هنتابع معاكم طبعا الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خلوني نستعرض مع حضراتكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. هنبدأ معاكم جولتنا من محافظة القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرية وتباطؤ في حركة السيارات ده على الكوبري، ده بسبب زيادة الأحمال على الوصلة المعلقة حتى رمسيس والمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر وشارع رمسيس. نفسه كمان بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين عليه كثافات مرورية. أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية عند الوايلي ولحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، في كمان كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. لكن المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. نكمل معكم جولتنا بشوارع الجيزة، وشارع الهرم بيشهد كثافات مرورية والكثافات بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وكمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، وفي كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني. في شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل، وكمان بتظهر كثافات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما نوصل لمناطق بولاق ومبابة. أما محور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة. محور 26 يوليو بيشهد كثافات مرورية قبل طلعة الدائري وميدان لبنان حتى نادي الزمالك. كمان في كثافات مرورية على كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين. ونروح معاكم لمحافظة الأسكندرية، وفي كثافات مرورية عند كوبري استالي وعلى طول الكورنيش، وفي كمان كثافات متفاوتة عند الأشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. ونكمل معاكم جولتنا ونروح أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية، وعلى طول الشارع هنلاحظ ان في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان ايضا في كثافات في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. ومن جولتنا في شوارع مصر المختلفة ومحافظات مصر خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار والرياح على أغلب الأنحاء، في انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 ل2 درجة مئوية، وهيكون في فرص أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على العلمين والضبعة والأسكندرية وشمال البحيرة وكفر الشيخ، وبتمتد مساء إلى شمال الدقهلية ودمياط وبورسعيد. في أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على السلوم وأجزاء من مطروح وجنوب محافظتي البحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، وبتمتد مساء إلى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 24، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 31، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 18 درجة. هنتابع مع حضرتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية، لكن خلوني أرجع مرة تانية لمحمد ومنى علشان نبدأ معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا.